متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد غيابي عن الشاشة، مقدم نشرة الأخبار الثامنة بالتلفزيون العمومي الإعلامي خالد خلفاوي يغادر الجزائر لخوض تجربة جديدة مع التلفزيون القطري بقناة العربية 2 ببرنامج ضفاف الصباحي. محطة أخرى أمامي. قناة بيستارز تتمنى الإعلامي خالد خلفاوي كل التوفيق في مسيرته المهنية. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.